السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي طلبة الصف الثالث الإعدادي، هنحل مع بعض إن شاء الله امتحان محافظة دمياط للترم الثاني. يا ريت قبل ما أبدأ الحل ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أول سؤال عندنا finish the following dialogue، يعني أكمل الحوار الآتي. هدى و سلمى are talking about Salma's news mobile. هدى وسلمى بيتكلموا عن هاتف أو موبايل سلمى الجديد. هدى بتقول لها is this موبايل يو، هل هذا الهاتف جديد؟ سلمى تقول لها ايه، قالت لها حاجة، وبعدين هدى قالت لها هو بوت ات فور يو، مين اللي اشتراه ليكي؟ يبقى الهاتف بيكون جديد. سؤال بهل، يبقى يس ات از. بعد كده مين اللي اشتراه لكي؟ بعدين قالت لها يور فادر، ابيكي. يبقى مين اللي اشتراه؟ يبقى ماي فادر بوت ات، يعني ابي اشتراه. My father bought it. بعد كده سألت سؤال، تلاقي because I passed my final exams، لأن أنا نجحت في اختبارات النهائية. يبقى ليه هو اشترى لك؟ يبقى why، يعني لماذا. Why did he buy it for you، ليه هو اشترى لك؟ بعد كده هدى سألت سؤال وسلمى قالت لها he bought it last week، اشتراه الأسبوع الماضي. يبقى متى هو اشتراه؟ when did he buy it، when did he buy it. بعد كده what do you use it for، بتستخدميه لإيه؟ طبعا أنا بستخدمه مثلا إن أنا ألعب عليه الألعاب. I use it for playing، واجيب الفعل في ing، for playing games، او ممكن نحذف playing games ونكتب مثلا مكانها chatting with my friends، يعني ان انا اكلم ايه صحابي. chatting with my friends. بعد كده complete the text، يعني أكمل النص. will يعني سوف، renewable يعني متجدد، fuels وقود، won't يعني لن، recycle يعني التدوير، cut يعني يقطع. we should do our best to keep the environment clean، ينبغي أن نفعل أقصى ما بوسعنا لكي نحافظ على البيئة النظيفة. we mustn't eat down trees because they absorb carbon dioxide، لا ينبغي إيه الأشجار لأن هم بيمتصوا ثاني أكسيد الكربون. يبقى لا ينبغي أن نقطع، يبقى cut down. Also we mustn't burn fossil to avoid climate change، أيضا لا ينبغي أن احنا نحرق الوقود الحفري لنتجنب تغير المناخ. يبقى fossil fuels، الوقود الحفري. That is why، لهذا السبب، we should use a energy such as solar energy and wind power، لذلك ينبغي ان احنا نستخدم طاقة الايه، زي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. يبقى renewable energy، الطاقة المتجددة، نستخدم الطاقة المتجددة renewable energy. So we be able to live in a safe environment، طبعا لذلك سوف نكون قادرين على ان نعيش في بيئة نظيفة. يبقى we will be able، سوف نكون قادرين على العيش في بيئة نظيفة. بعد كده سؤال القطعة، One of the most serious environmental problems that faces our planet today is climate change، واحدة من أكثر المشاكل البيئية خطورة التي تواجه كوكبنا هي تغير المناخ. which causes more floods, drought and forest fires، واللي بيسبب فيضانات أكثر وجفاف وحرائق الغابات. As a result، كنتيجة لذلك، our planet is getting hotter and the weather is changing، نتيجة لذلك الكوكب بيزداد حرارته والطقس بيتغير. There are two reasons for climate change، يوجد سببين لتغير المناخ. One of them is natural which is called global warming، واحد منهم بيكون
طبيعي وبيسمى الاحتباس الحراري، يبقى زي ما عايدة على ايه اللي هو two reasons for climate change، سببين لتغير المناخ. The other is created by the man himself، التاني الإنسان هو اللي بيعمله بنفسه. When using harmful chemicals in everyday life، لما بيستخدم مواد كيميائية ضارة في حياته اليومية. Both reasons affect the rise of the Earth's temperature، السببين الطبيعي واللي هو من صنع الإنسان بيأثر على ارتفاع حرارة الأرض. To reduce the bad effects of climate change، لكي نقلل الآثار الضارة لتغير المناخ، we should reduce global warming، يجب إن احنا نقلل الاحتباس الحراري. By planting more trees and stop using harmful gases and chemicals، بزراعة أشجار أكثر والتوقف عن استخدام الغازات والمواد الكيميائية الضارة. Also we have to use cleaner energy such as solar energy and start recycling more rubbish، أيضا يجب أن احنا نستخدم طاقة أكثر نظافة مثل الطاقة الشمسية ونبدأ في إعادة تدوير القمامة. This will help slow down climate change، ده هيساعد في تقليل تغير المناخ أو إن احنا نبطئ من تغير المناخ. The main idea of this passage is، الفكرة الرئيسية في هذه القطعة هي طبعا climate change، تغير المناخ. Can reduce global warming، يستطيع إن هو يقلل الاحتباس الحراري. طبعا إيه؟ trees، الأشجار. The underlined word them is in the second paragraph refers to، كلمة them في الباراجراف التاني عايدة على إيه؟ قلنا إن هي عايدة على الأسباب تغير المناخ، يبقى عايدة على reasons for climate change. Give one reason for climate change، عايزين سبب واحد لتغير المناخ. ممكن نقول إيه؟ global warming، الاحتباس الحراري، أو ال using harmful chemicals and gases everyday life in everyday life، استخدام الغازات والمواد الكيميائية الضارة في حياتنا اليومية. يبقى one reason، يبقى global warming يعني الاحتباس الحراري أحد أسباب تغير المناخ. How do you think we can reduce the bad effects of climate change؟ إزاي ممكن نقلل الآثار الضارة لتغير المناخ؟ طبعا بزراعة أشجار أكثر واستخدام طاقة نظيفة. يبقى إجابة السؤال الخامس By planting more trees and stop using harmful gases and chemicals، زراعة أشجار أكثر والتوقف عن استخدام الغازات والمواد الكيميائية الضارة. كمان use cleaner energy such as solar energy، ونستخدم طاقة نظيفة زي الطاقة الشمسية، و recycle more rubbish، ونعيد تدوير القمامة. ده إجابة السؤال الخامس. Summarize the first paragraph of the text in one sentence، لخص الباراجراف الأول في القطعة في جملة واحدة. طبعا إن إيه هي؟ إن climate change، تغير المناخ، هو واحد من المشاكل البيئية الأكثر خطورة. يبقى climate change is a very serious environmental problem، مشكلة بيئية خطيرة جدا. Climate change is a very serious environmental problem. بعد كده سؤال التشويس. The natural home for of an animal or plant، الموطن الطبيعي الحيوان أو نبات هو إيه؟ اسمه habitat. بعد كده This math question is very difficult، سؤال الرياضة ده صعب جدا. What is the إيه؟ What is the solution؟ إيه هو الحل؟ In the past، في الماضي، we used old ways of farming، كنا بنستخدم وسائل قديمة أو تقليدية للزراعة.
The antonym of old, عكس old, عكس قديم ايه؟ عكسها حديث يبقى modern. We can get the adjective from use by adding the suffix. ممكن نحصل على الصفة من كلمة use. طبعا احنا عارفين عشان نحول use لصفة هنحط نضيف لها ايه؟ full، تبقى useful يعني مفيد. The plants we grow on farms are called. النباتات اللي احنا بنزرعها في المزارع بتسمى ايه؟ crops، محاصيل. Many people use social media to communicate. ناس كتير بتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل. They can eat to each other. They can talk. يمكنهم هما يتكلموا مع بعض. بعد كده complete the sentence، أكمل الجمل بالكلمة الصحيحة. Many new cars are by robots in factories. العديد من السيارات بواسطة الإنسان الآلي في المصانع. طبعا بيتم صنعه، يبقى R إيه؟ تصريف ثالث، لأن ده مبني المجهول. Are made. بعد كده Do you enjoy the piano؟ هل تستمتع بالعزف على البيانو؟ enjoy بجيب بعدها الفعل فيه ing، يبقى playing يعني العزف. Ali passed the test if he studied harder. Ali يجتاز الاختبار لو كان ذاكر بجد أو ذاكر أكتر. هنا حالة if الإيه؟ تانية، ماضي بسيط، يبقى هنا would will master، يبقى علي would pass. كان هيجتاز الاختبار لو كان ذاكر كويس. I didn't send the report until I ate it. أنا لم أرسل التقرير حتى رجعته. طبعا قلنا إن until بجيب بعدها ماضي تام، يعني الحدث الأول إن أنا رجعته، بعد كده أرسلت الإيه؟ التقرير. رجعت التقرير بعد كده أرسلته، يبقى I had، ماضي التام had، بعد كده التصريف الثالث من revised اسمه revised. Samir me that he would travel to London the following week. طبعا هنا دي جملة غير مباشر، هي المفروض سمير أخبرني أنه هو كان هيسافر للندن الأسبوع القادم. أصل الجملة سمير said to me I will travel to London next week. أنا سوف أسافر للندن الأسبوع القادم. دي كده مباشر اتحولت لغير مباشر، تبقى ست وتتحول لإيه؟ لتولد. طالما في مفعول عندي اللي هو كلمة مي، يبقى هكتب told. مفيش هنا مفعول، يبقى سمير said، وأكمل الجملة عادي that he would travel. إنما في عندي مفعول اللي هو مي، لازم أكتب كلمة told. ده كان كده حل امتحان النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا. لو في أي أسئلة ياريت تكتبوها في الكومنتس. متنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. Goodbye.